هذه الوسائل وهي وسائل التواصل، التويتر، الفيسبوك، الواتساب، على طلاب العلم وعلى الدعاة أن يتقوا الله عز وجل في هذه الوسائل، فهي ميدان لأهل السنة ولأهل البدعة. حال أهل البدع أنهم يأتون برسائل على أنهم من أهل السنة ويشككون هذا الجيل الصاعد الذي لا علم عنده إلا القليل، يشككون في دين الله عز وجل. فأين واقعنا نحن الدعاة، نحن طلاب العلم، أين واقعنا من هذه الوسائل؟ في الحقيقة هناك جهود من البعض وهي جهود طيبة، لكنها لا تساوي إلا القليل مما يفعله أهل البدع. سبحان الله، وسائل تصل إلى كل بيت، من حين ما يستيقظ الشاب أو الفتاة يأخذون هذا الجوال وينظرون إلى ما فيه، تغريدات، رسائل، مقاطع. ونحن نشكو الآن من مظاهر سيئة، ظاهرة ترك الصلاة، معاناة الأسر من عقوق الوالدين، ما يحصل من بعض نسائنا في الأسواق، حدث وحدث. وهذه الوسائل والله إما حجة على طلاب العلم وعلى الدعاة، إما أن تكون حجة لهم أو حجة عليهم. تصوروا لو أن هذه الوسائل استخدمت في تثقيف وتعليم الناس، فيصل هذا العلم إلى بيوتهم، إلى كل ذكر وأنثى، إلى كل صغير وكبير. تصور هذا يسمع مقطع عن الصلاة، هذا يقرأ رسالة عن بر الوالدين، هذا يتحدث عن صلة الأرحام، ألا ينتشر الخير؟ بلى والله، كيف نؤصل جيلا قادما؟ ابني إذا كان عمره 10 سنين أو 15 سنة ثم إذا به يكبر ولا يرى إلا قيل وقال. أهل السنة في كثير من الأحوال يطحن بعضهم بعضا، والحرج ليس على أحد الناس، الحرج على طلاب العلم، على الخطباء، على الدعاة. هذه رسالة يجب أن يتفطن لها ولن يمل الناس. تصور لو أن المجتمع عندنا لما يفتح التويتر أو الفيسبوك أو الواتساب عنده فيرى رسالة تتحدث عن الدين، عن أدب من آداب الدين، مقطع يسمعه، ألا ينتشر الخير؟ ألا نقضي على هذه السلبيات الظاهرة؟ ألا نصلح المجتمع؟ والله سنصلح القلوب، وإذا صلحت القلوب وصلحت الأسر وصلح أفرادها صلح المجتمع، فلن نشتكي حينها من فقر القلوب، ولا نشتكي حينها من ترك الصلاة، ولا من تضيع الواجبات، ولا من استباحة المحرمات، إلا النزر اليسير. لكن أن نبقى هكذا مليارات الرسائل في كثير منها ما يطلبه المتابعون، هذا خطأ، والله إثم وحرج. مليارات التغريدات والرسائل تذهب في الكون يمينا ويسارا، هل سأل أحد منا نفسه أين تلك التغريدة وأين تلك الرسالة وأين ذلكم المقطع الذي يصعد إلى السماء؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأحد الناس لا يستغنى عنهم، هم يرسلون الرسائل، يحبون الخير، ولكنها رسائل غير موثقة. فأين دور العلماء؟ أين دور المشايخ؟ أين دور طلاب العلم؟ أين دور الدعاة؟ نحن بحاجة إلى اللغوي، أين فرائد اللغة العربية التي تعطي النفوس راحة وانسجاما واستجماما؟ أين المؤرخ الذي يعطي لنا من كتب السلف وقصص الصحابة والتابعين وسائر السلف عن قصص من الإيثار، من القناعة، من الخير؟ أما أن نبقى هكذا من حين ما نصبح إلى أن ننام وهذا الجهاز في أيدينا في معظمه قيل وقال، إن لم يكن هناك ضرر فهناك لغو. وأهل البدع يفعلون ويخططون ويكتبون ويجتهدون، ونحن بين أمرين، إما أن يتصيد بعضنا على بعض في الأخطاء وهكذا تذهب الساعات وغيرنا يعمل من أهل الشر ومن أهل الفساد، أو أن يكون كلاما عبثيا لا طائل من ورائه. لا وألف لا وألف مليون لما يطلبه المتابعون، وإنما نعم لما يقرب إلى الله عز وجل. اللهم بلغ، اللهم فشل.